بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن العزيزي معكم من موقع سيف العرب وطريقة لتركيب الروم الخاص بي. هذا الروم مبني على روم موداكو وبتعريب الأخاني وبتعديل خاص مني. يتم الذهاب إلى الجهاز من البداية Setting ثم Application ثم Development ويتم وضع خيار صح الأول وخيار صح الأخير. يوضع خيار صحين ثم يجب أن نتأكد بوجود ملفين في الجهاز. الملف الأول باسم Update وهو ما يتم فك الضغط عنه هو الروم الخاص بي. عند فك الضغط ستجد ملف باسم Update وملف آخر باسم N1. ملف Update يتم نقله مباشرة إلى الجهاز وملف N1 يتم نقله مباشرة إلى الجهاز المكتبي في السي. نأتي هنا نوصل الجهاز بعد أن عملنا USB Dumping أو Dumping. لاحظ عند التوصيل ستجد موافقة to my location. هذه موافقة للجي بي اس أصلا لاتهم. ستجد وجود مثلث أحمر في الأعلى. أنزل بالإصبع من فوق الشريط ثم أضغط على USB Connected ثم Mount. ستلاحظ في خلال جهازك المكتبي أو جهازك اللابتوب أن الجهاز تم التعرف عليه كفلاش ميموري. أغلق هذه النافذة. افتح الكمبيوتر. لاحظ وجود الجهاز. اسحب سحب ملف أبديت سحب إلى هنا بالسحب لأنه يجب أن يكون مباشرة على الجهاز الأندرويد جهازك الكفي. الملف موجود أصلا لأنني قد استخدمت. سأقبل الاستبدال. الملف بحجم 156 بسبب إضافة خطوط ويندوز مع حذف كثير من برامج ويدجز تجدها منفردة. رفعتها بملف باسم delete from rom version 1. عند النقل كامل طبعا يتم النقل هنا للجهاز الجهاز الاندرويد ملف update وسيتم نقل ملف N1. تأخذ ملف N1 إلى السي. قد ذكرت هذه الطريقة مسبقا ولكن سأعيدها من جديد. سي. سأقبل استبدال كوني قد وضعت الملف مسبقا. عند الانتهاء نذهب إلى Run وأيضا قد ذكرت طريقة تفعيل Run ثم نضغط CMD Enter. ستظهر لك النافذة. ليست بالضرورة أن تظهر لك بهذا الشكل إنما سيظهر اسم جهازك. تضغط CD/N1 ثم Enter. وهذه الأوامر أيضا مرفقة منفردة. هما مجرد أمرين CD/N1. الأمر الثاني هو ADB Reboot Space Recovery. كل هذه الأحرف يجب أن تكون small. عند الضغط على Recovery لاحظ الجهاز هنا سيتم عمل Restart. الآن يمكن إغلاق أي شيء في الجهاز المكتب. لن تحتاج حتى يمكن إزالة USB. ستجد مجموعة خيارات. المطلوب منك هو الخيار الثاني. يمكن عمل الخيارين الأخيرين هما بمسح بيانات الجهاز ولكن المطلوب منك الخيار الثاني. عند الضغط على الخيار الثاني ستظهر لك أحرف صفراء كثيرة ثم سيعمل الجهاز نسخة العربية كاملة بشرط أن يكون الجهاز مبني على الروم الذي ذكرت G1 لأنه مبني بالكامل على G1 فلا نريد تعارض. عموما أنا لن أضغط الخيار الثاني. سأضغط الخيار الأول لأنني قد فعلت الخيار الثاني. أنت أضغط الخيار الثاني لتفعيل اللغة العربية. بهذا قد تحصل على اللغة العربية مفعلة بالجهاز.